فمن المعروف لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أن الإسلام دعانا إلى الاعتصام وعدم التفرقة، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وحذرنا القرآن الكريم من التنازع لأنه يؤدي إلى الفشل والخسران، فقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي الحديث المتفق عليه يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه حتى يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم متانة العلاقة بين المؤمن وأخيه المؤمن أو بين المؤمن وإخوانه في مجتمع المؤمنين.